هو بسم الله، هو الله أحد، الله الصمد. In English, every things or all things are written and you can read it. If you have question, please contact. بالعربي هنا سؤال أو كلام، هنا يقول إذا أنا سألت نفسي من هو، الجواب هو رجل. In English, for all men, this is G4 quiz for Bengoshi is a boy. The questions here and the answers are here. Please read them. بالعربي هذا بنغوشي، اسم ولد. هنا الأسئلة لكي أو لجريد 4 و5، طبعا بعمر 12 سنة أو 10 سنوات حتى ينتهي من المرحلة الابتدائية. هنا الأسئلة وهنا الإجابات. ما اسمك؟ هنا عجاب بنغوشي 55، وقال تقدر تقول لي بنغو بنغو، فأنا أقبل أي من الاسمين، لو قلت بنغوشي أو بنغو. هذا السؤال الثاني. الآن كم عمرك؟ فأجاب جواب مطول مختصر ويقول عمري 10 أشهر أو قبل 10 أشهر ولدت، يعني عمره 10 أشهر. كان أبويا وأصحابه والعائلة، أفراد العائلة، هنوا أبويا بقولهم سبرينتو 50، سبرينتو شي 50، طبعا اسم الوالد سبرينتو شي 50. نهنئك، زوجتك ولدت ولد، مراتك ولدت ولد، ايش عايز تسميه؟ قال لهم بالطبع وهو يقول، أبي قال بالطبع بدون أي تردد سأسميه بنغوشي 55. فقال نحن عائلة شي 55، أنا سبرينتو وهو بنغو.
على السريع بعد ما جاب الإجابة المطولة قال أو يبغى يعرف علامته، وهل حقق علامة كاملة؟ هنا أجابه إنك أنت بتستعجل، الأسئلة لسه ما بدأت، والأسئلة هتكون في مجال أو مواضيع سمارت اللي هي 5 مواضيع، الاس والام والاي والار والتي. فنتابع عن موضوع الاس وهو 00 اس، وفي كلام كثير نتابعه في الحلقة الجاية. شكرا.